زهرة ناصر، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. مين هي زهرة وكيف اكتشفت حبها للمكياج؟ أنا زهرة ناصر من حلب، عمري 26، بدرس بكلية الفنون الجميلة بحلب. بالنسبة للميك اب، أنا من وأنا وصغيرة بحب الميك اب وبحب الألوان، ومختصة جرافيك ديزاينر لأنه فيه يعني ألوان كتير، وأنا شغفي بهالحياة هو هاي المهنة اللي هي ميك اب ارتست. بالنسبة للكورسات، أنا بلشت بوقت الكورونا، قبل ما تصير الكورونا بلشت بأنه أعمل كورسات وأطور حالي أكتر. عاملة كورسات عند ميلاد حنون، أكيد الغني عن التعريف بسوريا وبالعالم حتى. اشتغلنا سوا تقريبا أسبوع، هذا برايفت كورس كان، وكورس تاني كان نعم. أنا كتير حفزني هو على هذا الشيء وعطاني إنرجي لحتى وكمل بهذا المجال، وعطاني ثقة بحالي لحتى أكون مرتاحة وأنا عم أتعامل مع الزبون، يلي هو هذا أهم شيء لما بدك تكوني ميك اب ارتست. كيف بتوصفي الستايل الخاص فيك وشو اللي بيميزك بظل المنافسة الكبيرة بسوريا والعالم العربي؟ هلا بالنسبة للستايل الخاص فيني، أنا بحب الستايل الجلام أكتر، يلي بيعتمد على قصص البليندينج المدموجة والقصص يلي فيها يظهروا جمال الميك اب، ما يكون مات أو فول مات مثل ما بيقولوا. بحب مثلا من ناحية الفونديشن وهالقصص يكون ميديوم كافريج، ما يكون تغطية عالية. هاي شغلة. الشغلة الثانية، بحب الألوان الرايقة والمدموجة، حتى لو كان سموكي أسود يكون بحالة الدمج بيبين أجمل على العين. ما بحب القصص الكتير محددة. هذا بالنسبة للستايل الخاص فيني. شو أبرز ترندات المكياج لصيف 2023؟ هلأ بالنسبة لترندات الميك اب، بلشنا ببداية السنة على ألوان الميرميد يلي هي زهر وتركواز والموف وهالألوان البيربل وتدرجاتهم، ووصلنا للصيف على ترند الباربي يلي هو كان مكتسح تقريبا هلأ السوشيال ميديا بهالموسم، هذا موسم الصيف. فيلم الباربي، الانطلاقة يلي عملوها بكل براندات العالمية بالنسبة لللبس والميك اب والتياب وأي شيء بيفوت بالتسويق العالمي، وهو حالياً الترند مثل ما نحن شايفين على السوشيال ميديا. لأي مدى بتلحق الترند؟ وهل ممكن نطوع الدارج ليناسب كل الزبائن؟ هلا انا بلحق الترند اكيد لحتى يطور الشغل تبعي، يطور الالوان. اذا بدنا نقول الوان جريئه مثلا، ترند الوان جريئه، بدي الحق الترند اكيد لحتى اطور من نفسي. هي اول شغله. ثاني شيء، العالم بتضل عم تتطلب انه تشوف الشيء الجديد، ما يضلوا بنسق معين وموضة معينه مثل ما عم نشوف هلا. بهالسنتين صار في كتير ترندات وكل العالم كانت مواكبه، وهذا التطور كتير حلو بمجال الميك اب. بالنسبة للميك اب، إذا بنقدر نطبق الترند على كل الزباين، أكيد ما فينا نطبق الترند على كل الزباين، بس بنحاول نمشي بالألوان يلي هي الترند أو الرسمة، ننفذها بطريقتنا كميك اب ارتست على الزبون، بحيث هو يطلع شكل حلو أول شغلة، تاني شغلة تكون مناسب لمناسبته ولوحته، لأنه أكيد ما فينا تكون بس بجلسة تصوير كموديل. الموديل ممكن نطبق عليها اي لوك بدنا اياه ونفوت بهذا الشيء على السوشيال ميديا، يعني نقوي الماركتينج تبعنا بالترند كتطبيق اللوك. اما على الزبون ما بنقدر على طول انه ننفذ هذا الترند بكل تفاصيله. بشو بتتميز عروس 2023؟ هلا عروس 2023 بيعتمد الميك اب تبعها بالنسبه لستايلي على الالوان الفاتحه يلي هي بتكون بيجات، بيج روز، روز اكثر حسب هي شو بتطلب او شو بتفضل. اكيد ذوق الميك اب ارتست بياثر كثير بهذا الموضوع. بالنسبه لي انه تكون بشرتها منشغل عليها صح، كبرايمر، كترطيب، كاهتمام حتى هي فيها قبل لبشرتها، حتى إذا بتحب إنه نعمل بروفا قبل العرس. طبعا البروفا ما بتعطي نتيجة 100% للعروس لتخلص عرسها، بس إنه بنعمل الشيء، التطبيقات الأساسية اللي هي
البرايمر هالقصص، وبقلا بشر طبيعي بحاجة لشو لحتى انه تكمل الميك اب تبعه وهي تضل رضياني عن شكلها. الرموش بيأثروا كتير بقصة العروس 2023، تكون عروس بدنا نعتمد كتير على رموش مرتبة، وبدنا نعتمد على كونتورينج كتير حلو، لون روج ما نفاقع، هي أهم شغلة بالنسبة لستايلي وعروس 2023. شو هي أبرز الأخطاء الشائعة يلي بيوقعوا فيها الصبايا؟ هلأ الأخطاء يلي بيوقعوا فيها أغلب الصبايا، بالنسبة رح نقول ميك اب الصباحي، بدنا نبلش نقول إنه الفونديشن الفول كفرج على الشمس كتير شكله خطأ، هاي أول شغلة. بدنا نعتمد على تأسيس البشرة صح، وتنويه كتير مهم إنه الميك اب النو ميك اب يلي هو الميك اب كتير الناعم اللي بتحس إنه الصبية ما أنا حاطة ميك اب، هذا أصعب من الفول ميك اب يلي هو ميك اب السهرة، لأنه بيعتمد غالبا على بشرة فيها نضارة أكتر وعلى الشمس بتبين كل الأخطاء. فكتير غلط الصبية تحط فونديشن فول كفرج الصبح لما تكون نازلة على الجامعة أو على الشغل تبعها، هي شغلة أساسية. بالنسبة لشغلات تانية بيعرفوها الصبايا أنه هو مثل خطأ شائع جدا أنه الكحلة بتصغر العين، لا الكحلة بالعكس، الكحلة بتعطي جلوي للعين أكتر. ما رح نقول الكحلة السوداء، ممكن نفوت على الكحلة لونه بني. على خط الرمش بيعطي شكل فلتر يلي هو نحن بنستخدم الفلتر على الانستغرام أو على السناب شات لحتى يعطينا شكل العيون الأجمل غالبا، ما انه يشتغل على ملامح الوجه. فانا بفضل انه الصبيه تفوت بفكره الفونديشن الناعم كتير خصوصا اذا يومي. الشغله الثانيه تستخدم الكحله البنيه على خط الرمش تماما وتشوف قديش رح يفرق الميك اب تبعها بهدول الحيال يلي هن منهم بيعتبروا انه كتره الميك اب هي بتعطي الشكل اللو اكثر، لا هي الاقل والصح واللي بيعطي الشكل الحيوي للبشرة. شو الدور اللي بتلعبه السوشيال ميديا بشغلك اليوم؟ السوشيال ميديا بتلعب دور كبير بشغلي أنا كزهرة، لأنه أنا بالنسبة لعمري ما في شيء ممكن يحقق لي نجاح سريع غير السوشيال ميديا. بتفيد كتير بالنسبة لأنه تعمل لوكات تريند، يصير في تصوير فيديوهات. هلا بنشوف مع بعضنا كم لوك يعني انه انا اللي شغلتهم لحتى نعرف قد ايه بيأثر طريقه التصوير، جوده التصوير، هذا اللي بيأثر بالسوشيال ميديا اكثر. وكل ما كانت البيج مشغوله عليها اكثر بتطلع تريند او بتطلع بال يعني بالتوب 1 مثل ما بنقول على الانستغرام، خصوصي انستغرام لانه انا من الميك اب ارتست يلي على انستغرام اكثر من الفيسبوك وباقي المواقع التواصل. شو اللوك اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشه؟ هلا بالنسبه للترند مثل ما نحن شايفين هو لوك الباربي، رح نعمل هلا لوك باربي رح نشوفه سوا. رح يكون الوان البينك مثل ما تعودنا لحتى الصبايا يلي هن قاعدين بالبيت يقدروا يعملوا هذا اللوك، ما يستصعبوه ويشوفوا انه هو شيء صعب كتير، ويضلوا لاحقين الترند ويشوفوا معنا سوا كيف رح نعمل فلتر باي زهرة بترند الباربي. بالبداية نحن مجهزين البشرة، محضرينها حاطين مرطب وبرايمر لحتى تعطي تكستشر حلو لما نمد الفونديشن. بالبداية الفونديشن بناخده على هاي الفرشاي، رح ندمج الفونديشن ببيوتي بلندر مرطبة لحتى يعطي شكل أجمل للبشرة، ولازم تكون مرطبة لحتى يبين الفونديشن مدموج بالبشرة منيح وما يبين محور أو شكل مو حلو على الإضاءة وعلى التصوير وحتى إذا طالع على الشارع. وهلأ عم نحط كونسيلر لتحت العين وفوق العين، بنحط الكونسيلر فوق العين بنقويه إذا بدنا نعمل لون فاتح لحتى يبين صح، ما يبين أخف ويبين بطريقة مجمع أو شكل مو حلو.
قبل ما نحط الشيء اللي بيثبت الميك اب يلي هو اللوس باودر، رح نعمل كونتورينج للوش. رح نبلش بالبرونزر وندخل اللون الزهر على البشرة، بعدين بندمج كل شيء عملناه بالبيوتي بلندر وبندمج كتير منيح. ومثل ما شايفين البشرة قدي بينت جلوي وحلوة، وفينا هي بهذا الشكل هاد تعمل شوية مسكرة حتى إذا كان عندها ميك اب ديلي ميك اب يومي. هلأ منثبت تحت العين وفوق العين باللوس باودر بشي كتير خفيف مثل ما شايفين بريشة هيك شكلها. رح ندمج شوي هيك شي بسيط باللوس باودر، وأهم شي قبل ما ندمج باللوس باودر نكون الخط اللي بيعطي الكسرة فوق العين بالكونسيلر ندمجه منيح قبل ما نثبت. هلأ منبلش بلون بيز يلي هو هذا اللون، رح ندمجه على الجفن كامل على الكريز كامل لحتى لما بدنا ندخل اللون البينك ما يعطي شكل غلط، ونقدر ندمج صح بهذا اللون اللي هو اللون الأساسي. هلأ بنبلش ندخل لون البينك فوق العين وتحت العين مثل ما عملنا باللون الأساسي. فوق اللون الأساسي حطينا هذا اللون البينك لحتى يبين أكتر، ومثل ما شايفين فورا عطى هذا اللوك الباربي أو عطى هاي النعومة يلي بدنا ياها بهذا اللوك. هلأ أخذنا اللون التركواز يلي هو مثل ما قلت أنا إنه من الألوان الترند. قبل الباربي كان الميرميد يلي هو التركواز وهالقصص، ومثل ما شايفين أغلب الباربي بكون بقلب عينهم في تركواز واضح، فحطينا شوي على أطراف العين ومثل ما شايفين على خط رمش حددناه أكتر لحتى يعطي قوة. وهلأ رح أخذ شوي شادو لون تركواز كمان لحتى ثبت طرف العين بطريقة كتير ناعمة لحتى ما تنزعج العين ويصير احمرار وهالقصص هي وحساسية. وهلأ بنعمل شوية بلندينج بألوان البينك لحتى يعطي الشكل جلام أكتر. هايلايتر بينك نحطه على فلات براش ونمشي على الجفن لحتى يعطيني لمعة خفيفة بنفس الوقت قوة للميك اب. وهلأ لحتى أحدد أكتر مثل ما بنشوف الباربي دايما عندها الكريز واضح وقت بتفتح عيونها، حددنا شوي فوق الهايلايتر هاد بشي بسيط كتير لحتى يبين قوة أكتر بنفس الوقت يعطي النظرة اللي بنشوفها على الباربي. هلأ جينا على الحواجب. مثل ما بنعرف حواجب الباربي ما كتير مثل الترند اللي كان قبل يلي هو بيكون حواجب مرفوعة وهيك، نشطنا الحواجب بهالطريقة هاي وعم نحددها بلون فاتح تمام، ومنحط شوية منضيف كم شعرين مثل ما شايفين بالجل بهاي الطريقة تماما لحتى نحصل على نظافة الحواجب وبنفس الوقت شكل طبيعي. فتحنا شوي اللون يلي هو لون الحواجب، فتحته شوي بلون بيج، لون شادو بيج، اي اي شادو عندك توفر فينا نفتح لون الحواجب. وبعدين رح نحدد تحت الحاجب وفوق الحاجب الطرف من الاخير لحتى يعطي شكل انضف للعين. شوية هايلايتر على مدمع العين لحتى يعطي نظرة اقوى مثل ما قلت، لانه رح احط الرموش ويبين اللوك اجرأ. فمثل ما شايفين نحن قبل ما نحط الرموش اوريدي اللوك كتير حلو كتير ناعم كتير سمبل. ممكن تضيف ماسكارا بحال هي ما بتحب الرموش. رح نعمل هلا الروج ونشوف مع بعض الخطوة بخطوة. بالنسبة للروج تبع الباربي رح نحط اول شي اللون يلي هو مات تمام، رح نحطه على الشفايف، وبعدين رح ناخد الكونتور بعد ما نحط الحمرة الروج على اطراف الشفايف لحتى نحدد شكل الشفايف مثل ما بنشوف بشكل الباربي. دايما الشفايف عندها محددة بهي الطريقة هاي.
وبعدين رح نضيف شوية جلوس ونحط هايلايتر. هذه الخطوة طبعا رح نعملها بعد الرموش لحتى يضل اللوك عم نشوفه بطريقة حلوة. وهلأ رح نشوف الفاينل لوك مع بعض، بتمنى تكونوا حبيتوه.